الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات. أود أن أوضح كرئيس لجنة قانونية في مجلس محافظة نينوى وإخواني أعضاء كتلة نينوى الموحدة أن البيان الصادر من مجلس الدولة يمثل شرحا للآلية العامة لعملية اختيار مدراء الوحدات الإدارية والصلاحيات المتعلقة بهذا الخصوص، ولا يمثل الموافقة على قرار مجلس المحافظة الذي اتخذته كتلة نينوى والمستقبل. هذا الرأي لا ينفي السياق العام والخاص بالترشيح واستلام السير الذاتية للمرشح ثم التصويت عليه ضمن الإجراءات المتبعة دستوريا، بل ويؤكد عليه كما هو ملاحظ في الفقرة رقم 3 والتي تنص على أنه كفل الدستور العراقي في المادتين 14 و16 تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع العراقيين دون تمييز. تأسيسا على ذلك يتعين على مجلس المحافظة مراعاة نصوص الدستور عند ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 24/1 من قانون انتخاب مجالس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 4 لسنة 2003، وذلك بالإعلان عن فتح باب الترشيح لكافة المواطنين دون تمييز يتولي منصب القائم مقام ومدير الناحية وفقا للشروط الواردة بالمادتين 5 و39 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل. شكرا جزيلا. يوجد حوار لكن ليس بالمستوى المطلوب. نحن مستعدين لأي حوار يضمن حقوق جميع أطياف والمكونات السياسية في هذه المحافظة. نحن بعيدين عن الأزمات وخلق الأزمات. نحن نريد مجلس محافظة خدمي يعنى بخدمة بتوفير الخدمة لكافة المواطنين. نينوى يكفيها ما عانت من الفترات السابقة من الأزمات. الأزمات لا تجدي نفعا. نحن مصرين على موقفنا بأخذ الحقوق. الحقوق تؤخذ ولا تعطى. نحن أصحاب حق في هذا الموضوع. متى ما ضمننا حقنا أبوابنا مفتوحة لأي مفاوضات من الطرف الآخر. نحن لا نرفض أي جلوس بخصوص المفاوضات متى ما رأينا حسن نية في المفاوضات بأخذ الحقوق بالشكل السليم الذي يضمن حقوق كافة المكونات أهل نينوى. نينوى عراق مصغر، لا يمكن تغليب طرف على طرف آخر. نحن مع الحق في هذه المحافظة. نحن نبحث عن مجلس محافظة خدمي بعيدا عن الصراعات السياسية. أمر الصراعات السياسية لم تجدي نفعا ولم تقدم خدمة لأي مواطن في هذه المحافظة. نحن مصرين على أن تكون الحقوق متساوية في مجلس محافظة نينوى فيما يتعلق بالوحدات الإدارية حتى يستطيع المجلس أن يمارس دوره الرقابي بشكل صحيح دون الشعور بأي قبل لأي طرف من الأطراف الموجودة في المجلس. بالنسبة للحزب الديمقراطي ثابت على نفس الموقف بالتضامن مع الأخوة في نينوى والموحدة بمقاطعة الجلسات لحين العدول عن القرارات الخاطئة ومخالفة القانون. نرجع لموضوع المضي بقرارهم. القرار ما تنفذ لحد هذه اللحظة لأن المحكمة ما أنطت نتيجة بأنه الجلسة كانت شرعية أو غير شرعية أو قراراتها شرعية أو غير شرعية. لذلك الحديث سابق لأوانه بأنه طبقت أو لا. أخلي المحكمة تقرر. بعد قرار المحكمة راح يكون واضح للجميع بأنه هل إحنا على صواب أم هم. فواقعياً إحنا أكو دستور أكو قانون أكو نظام داخلي ملتزمين به لحد هاي اللحظة. أكو عدة ملاحظات صارت على هيئة الرئاسة أو على اللي مسؤولين على النظام الداخلي ومخالفات صارت الكل يشوفها. على سبيل المثال اليوم أكو بعض الأخوة انتقدوا موضوع الإعلام إنه ما يخلون الإعلام يحضر، وهذه هم جزء من سياسة فرض قناعة معينة لشخص أو لهيئة موجودة بالمجلس بأنه ماكو شفافية. فإذا احنا اتجهنا إلى سياسة الفرض وسياسة الحزب الواحد أو الرؤية الواحدة، وهذا الشيء ما يناسب لا الديمقراطية ولا يناسب الشعب العراقي بشكل عام ونينوى بشكل خاص. يعني بعد الأمر رئيس المجلس اجى بالتوافق من يدعي إلى المعارضة، إذا كان من البداية ما قبل بالتوافق وما جاء هو بالتوافق، اجى بالأغلبية. بعدها كان خلي يحق له هذا الكلام، بس هو اجى بالتوافق. فإذا هذا قفز على الحقوق وعلى التوافق وعلى الاتفاقات، إذا نقض بالعهد اللي كان بيناتنا في تشكيل الحكومة بالتوافق. لذلك يعني هو المفروض يرجع بكلامه ويتأكد انه هو اللي قاله هالمنطق. هسه كل الموجودين حاضرين ليشوفون انه الشخص اجى بالتوافق بعد ما استلم المنصب يدعو الى الاغلبيه، اذا انت ليش جيت بالتوافق؟ اول يوم احنا كنا اغلبيه معنا نينوى الموحده ب 17 صوت. نائب الرئيس الكلام موجه لنائب الرئيس اللي تحدث به، انت قلت لي هيئه رئاسه. فبعد الامر يكون الرئيس بعدين النائب، فاذا نائب الرئيس هو اصلا اجى بتوافق من حصه نينوى الموحده وقفز من حزب الى حزب ومن كتله الى كتله، وهسه يقفز من توافق الى الاغلبيه. فماكو مشكله، خلي يمارسون الاغلبيه واحنا راح نبقى مدافعين عن حقوقنا وعن ناسنا
وعن أهلنا وعن القانون على موقفنا، ونشوف ايش راح يصير بالأخير. احنا اللي يهمنا الناس وحقوقهم، مهامتنا المناصب او الوحدات الإدارية اللي يتحدثون عنها خلي ياخذون كل شيء، بس بالنتيجة احنا نريد نكون على نفس النهج.